عم نعاني من هالوضع هذا، من الأوساخ والأوحال والبق والذباب. هاي حبة سنة من هالمجارير، من هالأوساخ اللي بتضيع، من الصرف صحي ما في. نحن من وقت غرقنا في هالقرية لحد الآن من 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 عشرات السنين عم نعاني من هالوضع هذا، من الأوساخ والأوحال والبق والذباب. كل الأمراض عم تعكب هالأطفال ونحن عم نقع فيها بالليل بالصيف، بكرة ما مسي من نوم طويل من كسرة البق والبعوض. والله نحن هلا أهم شيء عم نعاني من واقع الصرف الصحي عندنا بالقرية، لعدم وجود صرف صحي، وهي المشكله الرئيسيه عندنا بالضيعه، انه الامراض عم تنقلها الاوساخ بالشوارع، المي جاري عبر الشوارع، هي كلها سبب عدم وجود صرف صحي. نحن بقول بقريه منسيه جوار، الوضع بالمره، نحن بحاجه للصرف الصحي اكثر من اللزوم، لانه زيتوننا يبس، رزقنا يبس، اراضينا خربت، الوطى راح، مجرور قرقانيا عم ينزل علينا. طيب ليش، شو الحل؟ نحن جماعة فقراء وجماعة ميتين، السردين ميتة، والله ميتة السردين. الصرف الصحي في القرية ما في طبعا، والقرية ليس فيها أي نوع من أنواع الصرف الصحي، والمياه دائما تجري في الطرقات في بين البيوت بالقرب من المنازل، مما أدى إلى كثير من الأمراض لدى الأطفال التي نرصدهم نحن في المدرسة. فظهرت لدينا حالة حبة السنة التي هي تضرر كثير من هالأطفال والأهالي على حد سواء. والله صرف صحي بموت مدعين على الدنيا، لا في لا صرف صحي ولا في شيء يعني، والعالم عم تشكي من الشارع كثير بموت موعين على الدنيا. مثل ما قلت لك، المجارير، مجارير بعض القرى وخاصة قرقانية كله مجرور عنا، عم يسبب أمراض خاصة الأطفال، مثل حبة الليشمانيا وما بعرف شو، يعني حبة السنة بيقولوا عليها، ويعني الأمراض، والعالم عم تتأذى كثير من هالشغلة هي. عم صرف المي عم يدروها على الشوارع، على الشوارع عم يدروها، الشوارع صار ما بقى مشى فيها من كثر الأوساخ والأوحال. ما في صرف صحي، المياه الأوساخ كلها بالشوارع. جوار عم نحفر جوار، كل مين بيحفر جوره بداره وبصرف هالمي، هي حاله يعني ميكني بهدله، وعم نجي نشفط المي، بده ابو الشفاط بده كذا، ما معنى فين تجيبنا يعني، وضع بالمره. بالنسبه للمجارير عندنا بالضيعه ما في مجارير، كل واحد حيفر لك جوره، والما حيفر جوره ميته عم تجي سواقي بالشوارع. يعني هلا ما بتكفي، عندنا جوار فني، احنا عم نعتمد على جوار فني، جوار فني هلا ما بتكفي، مياه الشطف الغسيل الجري كلها هي عم تطوف برا بالشوارع، يعني عم نعاني كثير بالاضافه لامراض الروائح الكريهه بالشوارع. بالنسبه للمياه طبعا تصريفه كله عم بيكون ضمن الشوارع بدون اي وجود اي شيء لتصريف المياه خارج القريه. مسؤولين عن هالشيء وما في، مين المسؤول؟ الله المسؤول، مين في مسؤول؟ ما حدا يعني. هلا نحن اذا ما حكمتنا منظمه تساعدنا، مين مسؤول؟ ما في حدا الا الله. يعني شدنا اكثر منظمه مشان الامر هذا وما عم تعاون معنا. في عندنا المجلس، عندنا المجلس المحلي، والمجلس المحلي ما بيقصر، ما بيقصر يعني، ولكن ما حدا بيستجيب. المسؤول الجهات المعنيه، المجلس الاعلى المسؤول عن المجالس، هو يعني لازم يستجيب لهالشيء اللي عم بيصير بالضيعه. يعني نحن هون عم نقدم طلبات، ما حدا عم يستجيب لهالشيء كله. هلا بشكل عام نحن ما فينا نلقي اللوم على اي شخص محدد او على جهه محدده، ولكن انه الواقع فرضت ان شاءت انه هذه القريه ما يكون فيها مصروف، هي طبعا من القدام، ولكن نحن نناشد كل المعنيين او المنظمات اللي فيها تخدم القريه بهذا الموضوع للنظر في هذا الامر.
بالنسبة للصرف الصحي في قرية سردين، نحن قديما ما عندنا صرف صحي في القرية، يعني مشكلة قديمة ما هي جديدة. في حلول فردية من قبل الناس مثل سواقي، يعني كل شخص بيفتح ساقي من أمام منزله، أو حفر، يعني بيلجأوا للحفار سواء داخل المنزل أو خارج المنزل. نحن ناشدنا المنظمات وخاطبنا أكثر من منظمة كمجلس محلي، يعني إني يلاقونا حل للصرف الصحي، ولكن بصراحة ما في استجابة من أي منظمة بالنسبة لهالموضوع هذا بالذات. نحن كمجلس في عنا دراسة للصرف الصحي، يعني في حال قدوم أي منظمة فالدراسة موجودة وبيطبق المشروع مباشرة إن شاء الله. المشروع بفوق قدرتنا نحن كمجلس محلي، يعني من حيث التكاليف نحن كمجلس غير قادرين أن نغطي مشروع صرف صحي، لذلك عم نلجأ للمنظمات، عم نخاطب المنظمات، وبصراحة ما ذكرت سابقا ما في استجابة، لأن المشروع بالنسبة لنا كمجلس محلي بفوق قدرتنا نغطي جميع نفقات المشروع هذا. يا عمي معنا ما عندي شيء جوابك عليه، لأنه نحن ميتين. نحن ميتين هالكنيه.